النهارده رواد السوشيال ميديا الملاحظ بقى انهم قاموا بتشهير عدد كبير جدا من الاخبار اللي بتكشف ما فعله اردوغان من ابتزاز واضح كده للدول الاوروبيه. اردوغان بيهدد اوروبا علنا انه هيفتح الحدود لعبور اللاجئين الى اوروبا في حاله لو وقفوا امام رغباته التوسعيه في سوريا. تعالوا كده نشوف الاخبار دي اللي نشروها طبعا رواد السوشيال ميديا ونرجع نكمل مع حضراتكم. أما بقى عن التعليقات اللي كتبها المغردون عن هذا الموضوع فمعظمها بيهاجم ما يمارسه أردوغان من بلطجة ومن ابتزاز ودعم واضح جدا وصريح للتنظيمات الإرهابية. تعالوا نروح في جولة كده مع المشاركات دي ونرجع نكمل تاني.